العود. الآن ودنا نتكلم عن مبادرتكم مع جمعية رؤوم، والحقيقة الفكرة الرائدة اللي إن شاء الله تعالى راح تغير في 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 فلسفة العمل التطوعي، والحقيقة تحدثنا عن هالفكرة بشكل عام. خص يعني بالذكر الأستاذ مشاري، ما شاء الله تبارك الله، يعني طاقة جميل وطنية جميلة في روحه وفي إقدامه وفي حرصه على أنه ينفذ من خلال يعني الجمعية مبادرات يكون لها أثر على مستوى يعني المملكة وليس على مستوى المحافظة فقط. صح. والتقت يعني الرغبات بيننا وبين الأستاذ مشاري على أنه ننفذ مبادرة جميلة سميناها يعني لنغرسها بأيدينا. جميل. والمبادرة هذه يعني نحيي أيضا من خلالكم سعادة مدير مكتب تعليم رفحة، يعني تفضل مشكورا بإتمام عملية توقيع الاتفاقية بين المكتب وبين جمعية رؤوم. وهذه الجمعية إن شاء الله أنها راح تقود العمل التطوعي في محافظة رفحة. أيضا احنا وقعنا اتفاقية مع جمعية تمكين القادة، وأحيي من خلالكم يعني القائمين عليها. المبادرة باختصار أنه احنا رايح نحول مدارس رفحة اللي تحددها إدارة مكتب تعليم رفحة إلى مدارس خضراء، بمبادرة يغرسها أبناء هذه المدارس، يغرسها أبناء الجمعية، يغرسها أبناء رفحة. المبادرة هذه هي أول المبادرات، ويتبعها إن شاء الله مبادرات أخرى بحجم أكبر. المبادرة هذه راح يكون تفعيل دور الطلاب والطالبات في المدارس من خلال المشرفين اللي يحددون من قبل مكتب التعليم لإحداث عملية تدريب على عملية الغرس الصحيحة، وبالتالي ممارسة عملية الغرس في المدارس بمشاركة مدراء المدارس والمدرسين. عائد هذه المبادرة أنها ستخلق إضافة في ودعم لمبادرة سمو سيدي ولي العهد السعودية الخضراء، بأنه يعني بادرت إدارة التعليم والجمعية رؤوم بأنها تحدث هذه المبادرة إيمانا منها بهذه المبادرة الكبيرة اللي هي السعودية الخضراء. راح يكون في عملية غرس للمدارس، احنا يعني نعتزم أنه إن شاء الله بما يزيد عن 10,000 شتلة خلال الأيام القادمة. المدارس راح تكون خلية نحل في ما بين أبنائها وما بين أولياء أمورها، وراح يصاحب هذه العملية إن شاء الله كرنفال وفعاليات لعملية الغرس. إن شاء الله أنها بإذن الله ترفع لها تقارير جيدة من خلالكم ومن خلال جميع الإعلاميين اللي في هذا الوطن الحبيب، وتعمم هذا الفكرة لجميع الجمعيات القطاع الغير ربحي لإبرام مثل هذه الاتفاقية مع منصة قارس، وبالتالي القالب جاهز لهذه المبادرة اللي رايح تكون من خلال المدارس، ورايح ننفذها معهم إن شاء الله بأيادي أبناء وبنات الوطن. والأفكار القادمة أيضا موجودة، ولكن ودنا أنها تطلع بوقتها حتى تكون لها إن شاء الله. الله يطول عمارك موشي وأخوي محمد، والحقيقة الإبداع لكم لغة وعنوان، وهذا الشيء اللي حسيناه من خلال متابعتنا للتطبيق، وايضا من خلال الحديث اللي انت اسعدتني فيه سواء كان ليله البارحه اثناء اعداد الحلقه او حتى هذا اليوم. الحقيقه عمل جبار، احداث نقله وتغيير في فهم وفلسفه العمل الطوعي، استغلال الطاقات البشريه واستغلال الامكانات. يعني ما هو بالضروره، يعني احنا الان في وقف الان مهم جدا اللي هو وقف اليتيم. وكنا نتكلم في مسؤولية وقف اليتيم أنه كثير من الناس يتوقف عن الأوقاف لأنه ليس لديه ما يقدمه، يعني ما عنده المبلغ الكبير اللي يقدر فيه يبني وقف. لكن نقول حنا إن شاء الله أنه يد مع يد تصير أيدي. صحيح. وعصا مع عصا أو غصن مع غصن يصير غابات. يصير نعم يصير غابات ويصير أشجار ويصير يعني حتى قطرة المياه ممكن تتحول الى 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 نهار. فلذلك التعاون هو مفيد جدا. كثير من الشركات يمكن يقول لك انا ما عندي الشيء اللي انا ادعم فيه جمعيه، خصوصا انه بعض الشركات عندها مال موزع، يعني بمعنى اذا زكاتهم مثلا مليون فتجدهم يحرصون على مثلا
30 أو 40 جمعية، فيقول لك والله يا أخي المبلغ هذا بسيط لما أعطيه جمعية أيتام أو لما أعطيه هذا، لكن لما يخصصون لهم مشاريع لهالأيتام أو لهالجمعيات الخيرية مشاريع يشتغلون فيها ويترزقون الله، أنا أعتقد في هالحالة هذه أنهم أصبحوا شركاء. صحيح، إحنا يعني من خلال هذه المبادرة إحنا بحاجة دعم المبادرين، فرتبنا مع الزملاء في الجمعية أنه إن شاء الله راح تكون هناك رعايات، رعاية راعي رئيسي وراعي ذهبي وراعي فضي، وبالتالي كل راعي من هذه الرعاة راح يكون له يعني يعني استفادة من هذه الرعاية باتجاه هذه المبادرة. وأيضا الجمعية لن تقف على هذه المبادرة فقط، يعني عندها مشاريع أخرى راح تضيفها، وإحنا بمجرد إشراك يعني أبناء وبنات رؤوم بأنهم يشاركون هذا المدارس ويحضرون باسمهم أنهم مستفيدي جمعية رؤوم، يشاركون في عملية الغرس ويكون لهم دور إيجابي في هذه العملية، هذا شيء كبير. الجمعية حقيقة حظيت ب اهتمام سمو سيدي ولي العهد، حظيت بأنها تكون أحد الثمان جمعيات زي ما ذكرنا بداية اللقاء. الجمعية عندها ما شاء الله فكر جميل في التعامل مع المستفيدين، وتجربة ناجحة ممكن تعمم على جميع مناطق المملكة، ومن خلالكم يعني نهيب بالجميع أنهم يعني يدعمونهم في مشروعهم الحالي الآن، الوقف اللي في مكة تقريبا إن شاء الله ما بقل القليل، ولا يتحقرون من المعروف شيئا، يعني كل بما يستطيع، أسأل الله أن يوفقهم جميعا. آمين. أول شيء الله يجزاك خير طول العمر، وكلمة شكر وتقدير وثناء لأخونا رئيس مجلس إدارة جمعية رؤوم الشيخ وطبان الفاضل التمياط أبو أحمد، اللي الحقيقة نكن له من التقدير ونكن له من الحب الشيء الكثير، معلمنا اللي الحقيقة علمنا ودرسنا، يعني أحد معلمه ما ودنا نكبر أبو أحمد عشان ولا هو كبير قدر ومقام، لكن بالعمر ما هو كبير ترى أبدا، ما هو كبير ولا درسنا، أنا ما درسني أبو أحمد ما شاء الله تبارك الله أيقونة السعادة والفرح في رفحة، يعني له إسهامات كبيرة محبوب من خلال الجمعية ومن خلال غيره، يعني أكاد يعني أجزم وإن شهادتي مجروحة في أبو أحمد، ولكنه أجمع أبداً ما هي الجميع مجروح على محبته وعلى تقديره واحترامه، رجل فاضل نحسب الله حسيبه ونزكي الله. أبو أحمد ما هي مجروحة فيك شهادة. أيوة. أبداً أبداً. أيضاً الشكر والتقدير لزميلنا وأخونا مشاري حماد الشمري، أحد الطاقات البشرية اللي أنا والله أفخر فيه على الصعيد الشخصي من خلال هالحراك اللي يقوم فيه ومن خلال هالعمل الجميل. شكر خاص أنا أتوجه فيه إلى أستاذ من أساتذتنا، إلى المعلم الخلوق، إلى الإنسان اللي استطاع أنه يكسب قلوبنا في لين الجانب، في ما شاء الله تبارك الرحمن، في تعامله الراقي مع جميع من حوله، في إنسان حقيقة أنا يعجز لساني عن ذكره، عن أخونا الأستاذ خالد بن ناجي الشمري. خالد بن ناجي الشمري الحقيقة من الطاقات الجميلة جدا اللي الحقيقة أنا أفخر فيه، والحقيقة له جهد أيضا في جمعية رؤوم، له أيضا جهد في التعليم، وحضوره وتواجده لا شك أنه سوف يدعم هذه المبادرة كداعم جيد. فوالله أيضا شكر لأهلي في رفحة، فردا فرد وبيت بيت، وعلى ما قالوا حارة حارة. أنا أشكر أهلي في رفحة على هالنجاح اللي يجعلني أفتخر في أني من تلك المنطقة، وأني ولدت وتربيت وترعرعت وعشت في تلك المنطقة حتى وأنا ابتعدت. الجمعيات في رفحة وفي طلعة التمياط جمعيات مميزة، وعليها شباب من أبناء المنطقة وصلوا إلى مراكز يعني تعتبر على مستوى المملكة، مناطق كبرى كالرياض والدمام وجدة، ونافسوا وأخذوا المركز الأول وأخذوا المركز الثاني في مشاريع جدا جميلة وملهمة. ما شاء الله تبارك الرحمن. والله أنا لو أعد الإنجاز يمكن كثير من الناس يتوقع أني أتعنصر أو أني أتحزب، لكن يعلم الله انه انا اذكر انه في بنات من محافظه رفحه من المكفوفات، نعم، حصلت على جائزه في تحفيظ القران في الامارات. الله اكبر. وهذا نعم. دليل على انه البلد معطاءه. صحيح. وفي ايضا فيها طاقات في الكثير من الاعلاميين اللي يعملون في المجال الاعلام الجديد او الاعلام الرقمي من اهالي محافظه رفحه، وحتى في الصحافه وحتى في القنوات الفضائيه المشهوره في شباب من اهالي محافظه رفحه يعملون، أنا ما ودي أذكر أسماءهم والله ليس تجاهلا لهم ولكن احتراما لهم. صحيح. حقيقة. صحيح. يعني فألف شكر لهذه الطاقات. أبو عبد الله